الانفراد بتاعنا هو حوار نستضيف فيه على التليفون المستكشف والمغامر ورجل الأعمال ألفريد هيجن على زوم بالمناسبة. وألفريد هيجن أنا أعرفه كويس من جوجل مما لا شك فيه، أعرفه يعني عارف هو بيشتغل إيه، عارف إن هو CEO بتاع شركة كبيرة وما إلى ذلك، وعارف شكله، فأنا مش متفاجئ جدا بضيفنا العزيز اللي بنشوفه قدامنا على زوم. وكان المفروض رجل الأعمال والمستكشف والمغامر ألفريد هيجن يكون موجود على الغواصة تايتن، فإحنا بنشكر ربنا انه ما كانش موجود وانه حي يرزق علشان كمان يبقى موجود في هذه الدنيا ونقدر نفهم منه هو ليه ما طلعش على هذه الغواصه من بنسلفانيا، المستكشف والمغامر ورجل الاعمال ألفريد هيجن. اهلا بيك. وسعيد جدا بتواجدي معك سيدي. اشكرك. لقد كنت محظوظا حقا، لقد قمت بالغوص مرتين مع سفينة تايتانيك قبل هذه المأساة. نعم، ما حدث سيد يوسف كان مأساة بكل ما تحمله من كلمة. لم أكن بمقدوري اللحاق بتلك الرحلة معهم، فكنت محظوظا للغاية. صحيح، يعني شفت قبل كده تايتانيك او نزلت وغصت وشفت تايتانيك مرتين، كان ايه ممكن يبقى الدافع انك تنزل للمرة الثالثة علشان تشوف تايتانيك؟ كان ايه اللي ممكن يبقى مختلف بالنسبة لألفريد هيجن؟ حسنا، من خلال تكراري للتجارب الأداء والغوص إلى الأعماق لأرى حطام تلك السفينة، من الهام جدا أن تفهم أن سفينة تايتانيك هي أكثر حياة عن ذي قبل منذ غرقها. أنك تقوم باستكشاف ما حدث في هذا الحطام وتحليل ما حدث أثناء غرق هذه السفينة العملاقة وإيجاد تفاسير لذلك الأمر، وكيف تقوم بتحليل حطام تلك السفينة. طيب أنا يعني أريد أن أذهب إلى تحليلك لمسألة الأسباب وراء غرق تايتانيك، لكن خليني أسألك الأول، كيف ترى أسباب غرق تايتن الغواصة المنكوبة؟ لا أحد يعرف حقيقة الأمر حتى الآن، ولكن تخميني إذا خمنت هذا الوضع أعتقد أن تخميني أنه هنالك ما حدث انفجار داخلي لذرات داخل هذه الغواصة، وأعتقد أن هنالك بعض من المراوح قد عملت اتجاه عكسي تعكس دورانها لتكرار هذه الغطس، عملية الغطس لهذه السفينة، ولكن هنالك العديد من الأناس يعملون على تحليل هذا الوضع. طبعا نرى أن هنالك مسؤولية كبيرة على الشركة تجاه هذه المأساة. في بعض تحاول أن تجد ما حدث بهذا الأمر، ولكن أن يتجه الأمر إلى الأسوأ. هذه ما حدث حقا كان مأساة بكل ما تحمله من كلمة. هم قد قاموا بالتجربة والمخاطرة وقبلوا بها من أجل الغوص على هذا العمق تحديدا. فنحن نعمل على تطوير المستقبل والعمل على زيادة ساعة الاقتصاد، ونكتشف عديد من الطرق، نحن نكتشف
ماذا يحدث، وما زلنا نعمل على اكتشاف ما حدث في خلال عام مضى، في خلال قرن مضى، ما حدث في هذه غرق السفينة العملاقة. نرى العديد من الأشخاص الذين يقبلون تلك المغامرات ويخوضوا التجربة والمغامرة، ولكنهم في نهاية المطاف يخسرون حياتهم من أجل خوض هذه التجربة. يريدون اكتشاف المزيد ويعملون على عمق أبعد وأبعد من أجل اكتشاف وتحليل كافة الأجزاء. وما أتفهم الوضع أن نحن نعمل على تحسين قوتنا في المستقبل.